أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من خارج الصندوق. ولدينا الليلة حماس تثير غضب الأردنيين بتحريضها على الاعتصام واختراق الحدود مع إسرائيل، هل تستغل الحركة ورقة اللاجئين الفلسطينيين؟ والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يسبق زيارته المرتقبة لفرنسا ويفتح الملف الشائك مجددا، أرشيف الاستعمار مع باريس. ومعدلات المواليد في العالم نحو انخفاض غير مسبوق، ودراسة جديدة تحذر على العالم لاستعداده لما هو قادم، هل اجتمع سكان الكرة الأرضية على تحديد النسل؟ الكل على مدى الساعات الماضية يتابع وبحالة من الاهتمام والشغف الشديد ما يحدث في الأردن. نبدأ من القاعدة الأساسية. القاعدة الأساسية تقول أنه منذ الحرب على غزة وهناك تظاهرات كبيرة تشهدها العديد من العواصم والدول العربية ومنها الأردن، تنديدا بالممارسات الإسرائيلية، تنديدا بما يتعرض له سكان قطاع غزة، تضامنا مع القضية الفلسطينية. إذن ما هو الجديد؟ لماذا تجددت دعوات حماس هذه المرة للتظاهر مرة أخرى؟ في مسألة التظاهر، التظاهر مشروع حينما يتم الخروج إلى الشوارع، التعبير عن وجهات النظر، رفع الشعارات القومية أو الوطنية، هذا أمر مشروع وربما يكون واجب وربما يكون مطلوب، خاصة مع ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة. ولكن السؤال، هل هناك خطوط حمراء لهذا الأمر؟ نعود إلى الكلمة التي حث فيها محمد الضيف قائد كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في بداية هذه الحرب على ضرورة خروج الشعوب العربية في العديد من الدول العربية للتظاهر. بالمناسبة الكليب الذي يتم إعادته على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية هو ليس جديد، هو جزء من الكلمة القديمة التي كان قد ألقاها في بداية الحرب، إلا أنه أعيد نشر هذا المقطع وهذا المقطع تحديدا. نستمع إليه. يا أهلنا في الأردن ولبنان، في مصر والجزائر والمغرب العربي، في باكستان وماليزيا وأندونيسيا، وفي كل أنحاء الوطن العربي والإسلامي، ابدأوا بالزحف اليوم الآن وليس غدا نحو فلسطين. نقف أمام التعبيرات، هل ما دعا إليه محمد الضيف هو التظاهر أم الزحف؟ وكيف سيتم الزحف؟ أي عاقل يستمع إلى هذا الخطاب سيفكر كيف سيتم الزحف نحو فلسطين؟ الجديد أيضا هو كلمة لخالد مشعر رئيس حركة حماس في الخارج، دعا فيها الأردنيين تحديدا بالنزول إلى الشارع والمشاركة بشكل كبير في تظاهرات حاشدة وواسعة. لكن ماذا قال مشعل تحديدا؟ قال إن جموع الأمة عليها الانخراط في معركة طوفان الأقصى، وأن تختلط دماء هذه الأمة مع دماء أهل فلسطين حتى تنال الشرف. اختلاط الدماء كيف سيتم؟ يعني يفهم أن تخرج تظاهرات للتضامن، للتعبير عن الحشد للقضية الفلسطينية، لإظهار الصورة للرأي العام العالمي أن هناك قضية عادلة يجب مساندة شعبها والدفاع عنهم. لكن مسألة أن تختلط دماء الأمة وفقا لتعبير خالد مشعل مع دماء الفلسطينيين، اختلاط الدماء هيأتي ازاي؟ كيف يأتي اختلاط الدماء؟ هذه التصريحات التي أتت من شخصيتين بارزتين في حماس وهو الضيف وأيضا مشعل، ربما من وجهة نظر المراقبين للمشهد حملت رسائل معينة وصفت بالتحريضية. هناك نوع من التحريض تحمله هذه التصريحات، منها ما يدعو للزحف نحو فلسطين، ومنها ما يدعو لاختلاط الدماء العربية أو دماء الأمة لأكون دقيقة بدماء الفلسطينيين في قطاع غزة. الحكومة الأردنية ردت بشكل واضح وصريح للغاية. مهند المبيض المتحدث باسم الحكومة الأردنية كان له تصريحات
واضحة وبشدة خلال الساعات الماضية، قال فيها أن ما تقوم به حماس أو ما يقوم به قادة حماس هو نوع من المراهقة السياسية، وقال أن هذه المحاولات تسعى بشكل واضح لتأليب الرأي العام الأردني على القيادة السياسية، وأن ما يحدث هو تدخل في الشؤون الداخلية للأردن. غضب الحكومة الأردنية وصل لمرحلة كبيرة جدا حينما طالبت حركة حماس بتوفير هذه النصائح لنفسها وتوجيه الدعوات لضرورة حفظ السلام ودعم صمود سكان غزة. الحقيقة أن ما يحدث من مخاوف أردنية هو مخاوف مشروعة للغرب. لنتحدث بأعلى درجة من الوضوح، الجميع يساند القضية الفلسطينية، لكن حينما يعرض أمن أي دولة للخطر ستجد أن أي مواطن عربي سيتضامن مع أمن وطني، مواطن عربي في الأردن، مواطن عربي في مصر، مواطن عربي في قطر، مواطن عربي في السعودية، مواطن عربي في أي دولة عربية ستكون أولويته الأولى هو الحفاظ على أمن بلاده. الأولوية كمان اللي بيتم محاسبة الحكام والرؤساء عليها كيف حافظوا على أمن وطنهم. التضامن مع القضية الفلسطينية لا يعني الفوضى، التضامن مع القضية الفلسطينية من وجهة نظر المتحدثين، حضراتكم تابعتوا خلال الساعات الماضية حركة التواصل الشديدة على التواصل الاجتماعي، الأحاديث التي تتم في المنازل، في الأروقة، ما بين الأصدقاء، ما بين الأهل، الجميع يقول نعم نحن في الأردن وفي مصر وفي السعودية وفي قطر وفي الإمارات وفي كل الشعوب العربية نتضامن مع القضية الفلسطينية، ولكن هل يعني هذا التضامن أن يتم تهديد الأمن القومي لأي دولة؟ ومسألة الزحف التي تتحدث عنها حماس، ومسألة مزج الدماء بالدماء الفلسطيني كيف سيتم؟ نتابع مع حضرتكم هذه الصور التي توضح وبشكل واضح أن الأمور كانت خارج الخطوط الحمراء الخاصة بالتظاهر. الناس بدأت تربط بشكل كبير بين ما يحدث وبين الزيارة اللي قام بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إلى إيران، والزيارة أيضا التي قام بها رئيس حركة الجهاد إلى إيران، لكن دعونا نستمع إلى ما قاله هنية. الشعب الفلسطيني ليس وحيدا، ازحفوا نحو الحدود، فكروا خارج الصندوق وافرضوا المعادلات وتجاوزوا قانون المرحلة لنبني وإياكم عصمة الدم الفلسطيني والعربي والإسلامي. أنا سعيدة أن السيد هنية بيدعو للتفكير خارج الصندوق، هذه نقطة إيجابية للغاية، ولكن هل ما يدعو إليه من الزحف على الحدود هو تفكير خارج الصندوق، أم أن هذا قد يمثل نسف للصندوق، تدمير للصندوق بأكمله؟ دعونا ينضم إلينا من عمان السيد سمير الحبشنة وزير الداخلية الأردني السابق، مرحبا بك معنا معالي الوزير. كنا نتساءل، الجميع يتضامن في الأردن وفي غيرها مع القضية الفلسطينية، ولكن السؤال، هل تعتقد أن الدعوات التي أطلقتها حماس هي دعوات للتضامن فقط، أم أنها تتجاوز الخطوط الحمراء لفكرة التفاوض؟ سعدتم مساء سيدتي. يعني خلينا نكون يعني نعيد الأمور لمربعها الأساسي. المربع أن ما يجري في فلسطين وفي غزة هو جرح في القلب الإنساني، بل جرح في قلب كل عربي، بل أنه ما يتعلق في الأردن، كيف الأردن ونحن والأشقاء الفلسطينيين صنوان، نحن عمليا شعب واحد، نحن نعيش نفس الهم، نفس المستقبل، نفس الواقع، نفس التهديد بالمناسبة. يعني لا نريد أن نقول المثل العربي أكلت يوم أكل الثور الأبيض، لأن إسرائيل كما تعلمين بمشروعها التلمودي تعتقد بأن الأردن تحديدا
ومنطقة جنوب لبنان والجولان هي جزء لا يتجزأ من المشروع الصهيوني التلمودي. احنا في الأردن نقف مع الأشقاء الفلسطينيين لأننا نقف أولا مع الفلسطينيين وثانيا لأننا نقف مع أنفسنا. القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن أستاذ رشا هذه لها خصوصية، هذه قضية داخلية أردنية. صحيح. هذه مثل الخبز، مثل البطالة، مثل القضاء. تركيبة الأردن معالي الوزير، تركيبة الأردن يعني نصف السكان في الأردن ذو أصول فلسطينية، التركيبة الأردنية لها خصوصية. سيادة لا لا أستاذة رشا، مش بس نصف أنه من أصول فلسطينية، النصف الثاني هو مع القضية الفلسطينية وبنفس الخندق مثل النصف الأول. يعني أنت تذهبي إلى المدن الأردنية في الجنوب في الشمال التي لا يوجد فيها كثير من الأردنيين اللي من أصول فلسطينية، تجدي الحماس والاندفاع اتجاه ما يجري واتجاه القضية الفلسطينية مسألة. طيب أنا أتحدث مع مسؤول أمني رفيع، حضرتك أنا كنت وزيرا سيدي. تفضل. نعم 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 سيدتي، إحنا في الأردن لما كان الربيع العربي كانت الأمور في ذروتها، كانت تطلع القوات المسلحة وأجهزة الأمن توزع ماء بارد على المتظاهرين. إحنا في الأردن مسألة التظاهر والتعبير حقيقة مسألة جزء من النظام الأردني، جزء من التركيبة القانونية للدولة الأردنية، يعني مسألة مش طارئة على الأردن ومسألة غير مرفوضة إطلاقا. ولكن حضرتك كنت أسألك كوزير داخلية سابق، ما هي الحدود الفاصلة ما بين فكرة التظاهر والتعبير عن الرأي وما بين فكرة التخريب والتدمير والفوضى؟ لأن هناك من يقول أن الدعوات تجاوزت سقف التضامن. عفوا للمقاطعة. يعني لو تسمحي لي أكمل وجهة نظري. تفضل. سيدتي مثل ما ذكرت لك التظاهر ضمن القانون، القانون الأردني يسمح في التعبير لكنه لا يسمح إلا في التعبير السلمي، التعبير الذي أوروبا الآن تعبر، لا نرى في خروج عن القانون، وإذا تم الخروج عن القانون فالأجهزة الأمنية جاهزة ويقظة. نفس الشيء عندنا في الأردن، أنا مع التعبير وقلت لك هو جزء من تقاليدنا ومن قانوننا، لكننا بالتأكيد ضد مسألة التخريب، ضد مسألة الإساءة للمال العام لأموال المواطنين للخروج. هذه هي النقاط، هاي الخطوط الحمراء اللي تفضلت فيها. أنا ما بعتقد ما قالوه الأخوان في حماس، أنا فهمته أنه كلام مجازي، الزحف يا سيدتي والتحرير هذه معركة عربية لا يجوز إطلاقا، وهي معركة مستقبلية. إذا بقي الإسرائيليون والصهاينة بهذه الروحية العدائية لفلسطين وللعرب فسيأتي جيل تتهيأ الظروف وتكون معركة عربية. لا يجوز أن يوضع الجهد على الأردن وحده أو على أشقائنا في لبنان وحده، يعني في ظلم شديد أن يقابل لبنان أو تقابل الأردن هذه الآلة المجرمة المدججة اللي ما يعني لديها سلاح حتى إلى مسألة إلى مستوى السلاح النووي. أنا أعتقد أن التعبير في الأردن ليس بعيدا إطلاقا عن الموقف الرسمي للدولة. صحيح. يعني أنا بعتقد وزير خارجيتنا وجلالة الملك والحكومة بيتحدثوا في ما يجري في غزة من إدانة ومن محاولة وقف الحرب ومن كشف زيف الادعاء الصهيوني في 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 فيما يجري في غزة. أنا أعتقد أن المصداقية والخطاب الأردني خطاب قوي ومسموع على مستوى العالم. بالطبع. ولكن دعني أسألك يعني معالي الوزير، محبتي لكل، أنا آسفة لأن الوقت ضيق إلى حد ما، كنت أسأل حضرتك، حضرتك في قلب الحدث، في قلب هذه التظاهرات، وحضرتك شخصية أمنية، يعني رصد حضرتك لما يحدث سيكون أكثر دقة بهذه العين الأمنية. هل ما تم الدعوة إليه هو التظاهر والتعبير، أم أن مسألة الدعوة إلى ما يسمى بالزحف أو ما يسمى بخلط دماء الأمة بدماء فلسطين، هل هذا يعني الدعوة لتجاوز الحدود؟ يا أستاذ لا، أستاذ رشا، الدم العربي اختلط في الدم الفلسطيني. كل المعارك الفلسطينية من 48 خاضوها العرب وكانوا الأردنيين في مقدمة ركب
العرب، الدم الفلسطيني اختلط بالدم العربي. هذه مسألة ليست جديدة علينا، نحن لا نتحدث عن تاريخ بسيط، نحن نتحدث الجيش الأردني عن عشرات الألوف من الشهداء كلهم في فلسطين. أستاذ رشا لما تسألي أردني يقول لك أبوي أو أخوي شهيد، أنت لا تسأله أين استشهد، هو استشهد على أرض فلسطين. وكذلك كثير من الأقطار العربية، شقانا في سوريا والعراق، حتى السعودية في كل حروبنا كانت السعودية تأتي بجيوشها. ولكن دعني أنقل لك سيد سمير ما سمعته اليوم من الأشقاء في الأردن. سمعت الكثير من الرسائل من الأشقاء في الأردن في أحاديث متواصلة مع صحفيين، مع بعض الشخصيات السياسية. الكل كان يؤكد على ما تقوله حضرتك، ولكن يقول على الجميع أن يدرك تماما أن الأمن القومي الأردني سيكون الأولوية لدينا قبل أي شيء، قبل أي شيء، ويجب ألا يخضع ذلك لنوع من المزايدات. أستاذة رشا، فشوفي في كل دولة في قوى تطرف، سواء تطرف ميداني إرهاب أو تطرف بالفكر السياسي أو بالطرح السياسي. أنا لا يعني لا تخيفني هذه المسألة، أنا بحكي عن جموع الأردنيين. جموع الأردنيين ملتزمين في مسألة بشقيها، ملتزمين في الوقوف بصلابة إلى جانب أشقائنا، وملتزمين أيضا في الأمن الوطني الأردني. يعني أنا أستاذ رشا بدي أذكرك، لما كانت تصير عملية إرهاب اللي صارت في إربد وفي الكرك وفي السلط، كان الأردنيون يأتون بسلاحهم وبذخيرتهم إلى جانب قوات الأمن الوطني لمحاربة الإرهابيين، والإرهابيين يكونوا من نفس المنطقة. يعني لما صارت القصة بتذكري في الكرك من 3 سنوات، الإرهابيين كانوا من مدينة الكرك. ولكن معالي الوزير اسمح لي أيضا، التاريخ يتذكر أيضا رشا أحداث أيلول الأسود، وكيف كانت هناك محاولات لتوريط الأردن في هذا الصراع. الأمر يحتاج إلى نوع من المصارحة. أستاذ رشا تفضل. أستاذ رشا، أنا يا أختي العزيزة، لسنا بمرحلة نبش ملفات طمرت. إحنا سنة 70 أيلول كانت مسألة لها ظروفها وانتهت، وتجاوزها الأردنيين بكل مناطقهم وبكل التزاماتهم السياسية. هذه صفحة انطوت، الأردنيين متماسكين، الأردنيين في خندق واحد اللي من أصل فلسطيني ومن أصل أردني. نعم. نحن في خندق الدفاع عن الأردن وعن الأمن الوطني، وبنفس الوقت أشكرك معالي الوزير، وحضورنا ودمنا المستقبلي هو إلى جانب. أرجوك أن لا نعطي الموضوع أكبر من حجمه. لا أحد يعطي الأمور أكبر من حجمها، ولا نتمنى أن تصل إلى حدود. أنا ما بقول عنك، أنا بقول سيدتي، أنا شفت على السوشيال ميديا كلام. أنا بقول أنه قوام الشعب الأردني ملتزم في فلسطين وملتزم في الأمن الوطني الأردني. أي خروج عن الأمن الوطني الأردني، القوانين تحاكم هذه المسألة. السيد سمير الحبشنة، وزير الداخلية الأردني السابق، شكرا لمشاركتك معنا في خارج الصندوق. واسمحوا لنا أيضا لمتابعة هذه التطورات، لأن هناك تساؤلات كبيرة بدأت توضع على الساحة. هناك محاولات، لا نقول حتى نكون دقيقين، محاولات تحاول تصوير أن هناك نوع من التقصير، أن هناك نوع من الصمت العربي، أن مصر لم تقم بدورها، أن الأردن لم تقم بدورها، أن السعودية لم تقم بدورها. هناك من يحاول أن يغذي هذه المشاعر الآن، ولا يلتفت لكم الجهود الكبيرة التي تتم على الصعيد العربي في محاولة سد الفجوة. العالم الآن العربي يشعر أن غزة هي في فك مفترس وهو إسرائيل، وبالتالي يسعى الجميع الآن إلى إخراج غزة من هذا الجحيم. جهود عربية تبذل، وهناك تساؤلات حول محاولة البعض لخسارة هذه الحاضنة العربية. ينضم إلينا دكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني من رام الله. مرحبا بك سيادة دكتور معنا. كنا نطرح السؤال أن هناك من يحاول المزايدة الآن على الدور العربي، على الحاضنة العربية للقضية الفلسطينية، ويحاول أن يوقع بعض الأسفين في مواقف ضد مصر، في مواقف ضد الأردن. كيف يمكن الرد على هذه الدعوات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا لابد من التأكيد على مجموعة من النقاط الجوهرية، ونحن نتناول قضية بهذا الحجم.
وبهذه الطريقة. القضية الفلسطينية ليست فقط قضية الشعب الفلسطيني، بل هي قضية كل الأمة العربية والإسلامية، ليس اليوم وإنما منذ بداية هذه القضية، والتاريخ يشهد بذلك. وربما كل الحروب التي خاضتها الدول العربية في التاريخ المعاصر من القرن العشرين إلى الآن كانت كلها تقريبا عنوانها القضية الفلسطينية. مصر خاضت حروب متعددة من أجل فلسطين، الأردن كذلك، سوريا، لبنان، السعودية، كثير من الدول العربية، حتى العراق خاض حروبا منذ بداية القضية الفلسطينية عام 48 وعام 67 وعام 73. كثير من الدول العربية شاركت في هذه الحروب باعتبار أن القضية الفلسطينية هي قضية كل العرب وكل المسلمين، والمسؤولية عن القضية الفلسطينية هي مسؤولية جماعية، مسؤولية مشتركة. نعم، نحن كفلسطينيين، كمنظمة التحرير الفلسطينية، نحن الذين نتحدث باسم الشعب الفلسطيني وباسم القضية الفلسطينية، ولكن لنا ظهير عربي وإسلامي كبير وممتد ليس فقط في العالم العربي بل وأيضا في العالم الإسلامي. هل شعرتم بخطورة ما في دعوات رموز حماس لفكرة التظاهر في الأردن؟ هل لمست أن هناك خطر يمكن أن يؤدي إلى تداعيات وانتكاسات كبيرة وجر المنطقة إلى نوع من التوترات المتزايدة؟ هذه مخاوف يعبر عنها البعض. هذه النقطة الثانية التي كنت أود الحديث عنها. أي مساس بالأمن الوطني في أي دولة عربية أو إسلامية يعتبر إضعاف للقضية الفلسطينية وإشغال للرأي العام في هذه الدولة وربما في دول أخرى عن القضية المركزية والمحورية وهي القضية الفلسطينية. وبالتالي نحن نحرص على الأمن القومي العربي، الأمن كل دولة عربية وأمن كل بلد عربي، تماما كما نحرص على أمن الشعب الفلسطيني وعلى أمن القضية الفلسطينية وعلى أمن الأرض الفلسطينية. لأن أي إضعاف للموقف العربي، أي إشغال للموقف العربي وللشعوب العربية وللدول العربية والإسلامية بأمور داخلية أو أمور أخرى عن القضية الفلسطينية يعتبر إضرار بالقضية الفلسطينية. ولكن في هناك محاولات حتى يكون 2011. سيادة الدكتور اسمح لي لنتحدث بشكل واضح وصريح. هناك محاولات الآن للعب على وتر المشاعر، هناك شباب ينتفض لما يحدث في غزة، هناك جموع من المواطنين غاضبين، هناك من يحاول الآن اللعب على هذه الورقة بصراحة شديدة ويدعو إلى الزحف ويدعو إلى خلط الدماء بدماء فلسطين ويدعو إلى توسيع المواجهة مع إسرائيل وعبور الحدود. كيف يمكن التعامل مع هذا الأمر، خاصة وأن هناك بعض التقديرات تشير إلى أن تيار الإخوان المسلمين يدعم هذا الأمر؟ لا يمكن أن نغفل أو نتغافل عن حالة الغضب التي تجتاح الشارع العربي والإسلامي وربما الإنساني بشكل كامل تجاه ما يجري في فلسطين من جرائم إسرائيلية. نعم، هناك حالة غضب عارمة في الشارع العربي حتى في النظام الرسمي العربي والإسلامي، ولكن الحروب لا تدار من خلال الخطابات ولا من خلال البيانات فقط. الحروب والصراعات تدار من خلال برامج، من خلال رؤى متكاملة توظف كل المسارات وكل الإمكانات وكل الطاقات بما فيها الطاقات السياسية والاقتصادية والنفسية والمعنوية والأمنية والعسكرية وغيرها. وبالتالي المسألة لا تأتي من خلال والله واحد يطلع على التلفزيون أو على وسيلة إعلام يضرب تصريح أنه عليكم أن تفعلوا. المسألة مش فورة حماسة تجتاح هذا المكان أو ذاك، والحروب لا تدار بهذه الطريقة ولا بهذا الشكل. نحن بحاجة إلى الدعم العربي بكل تأكيد، ولكن نحن بحاجة إلى دعم عربي يوظف القدرات العربية، يوظف الطاقات العربية، ولا يهدر طاقات العرب والمسلمين فيما لا طائل من ورائي. وأنت أشرت هنا إلى نقطة في غاية الأهمية وهي قضية الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان جماعة لها أجندة مختلفة عن أجندة الأمة العربية والإسلامية كلها، ولا علاقة لها
بمصالح العرب والمسلمين. الإخوان جماعة تريد الحكم ولا بدها فلسطين ولا بدها مصلحة فلسطين. الإخوان جماعة بدهم الحكم، بدهم السيطرة على الدول وتنفيذ أجندات خاصة بهم وربما مرتبطة ببعض القوى الدولية والإقليمية. نحن نعرف كيف نعمل على تحقيق المصلحة الفلسطينية من خلال تكامل الأدوار بيننا كفلسطينيين وبين أشقائنا العرب الذين والمسلمين الذين نعتز بهم ونعتز بأدوارهم كدول وكشعوب على حد سواء. طيب أسامة حمدان منذ ساعات دعا الأردنيين إلى قطع طرق الشاحنات التي تقوم بنقل البضائع لإسرائيل، كان قد دعا إلى هذا الأمر وتم إعادة التجديد لهذا التصريح من جديد. هي تصريحات قديمة ولكن يتم إعادة نشرها مرة أخرى. نستمع إليه ونعود للنقاش. أبناء هذه الدول وشعوبها إلى التحرك من أجل وقف هذا الخط بكل الطرق السلمية الممكنة وقطع الطرق على الشاحنات، وأنا أعتقد أنه الأردن يشكل محطة مفصلية، ونحن نعتقد أن الشعب الأردني بعشائره وأبنائه جميعا قادر، وهو المتضامن مع شعبنا في معركته معركة طوفان الأقصى، أن يقطع هذا الخط عن الكيان الصهيوني إن شاء الله. التداعيات مرة أخرى على الأردن، البعض يخشى بشكل واضح من أن يتم انفلات الأمور وتوريط الأردن في هذا الصراع، رغم أن الأردن تحاول أن تبذل ومعها العديد من الدول العربية الكثير من الجهود لحل حقيقي لهذا الصراع. بماذا تعقب على هذه التصريحات لقادة حماس؟ الأردن ومصر تحديدا، وأنا هنا أتحدث بالجغرافيا، الأردن ومصر هما الرئتان اللتان تتنفس منهما فلسطين. أي إضرار بالوضع في الأردن أو بالوضع في مصر يعني خنق فلسطين. هذا من ناحية. ناحية أخرى، لماذا يحاولون الآن فتح جبهات هنا وهناك بعيد عن الجبهة الرئيسة المركزية الأساس وهي جبهة فلسطين؟ يجب أن تتركز كل الجهود وكل الأحاديث وكل الاهتمامات باتجاه ما يجري في قطاع غزة بشكل خاص، وفي اتجاه ما يجري في فلسطين بشكل عام، في القدس وفي الضفة الغربية وبالتأكيد في قطاع غزة. لماذا؟ لمصلحة من؟ يراد إشغال الشارع العربي أو الشارع الأردني أو الشارع المصري أو غيرها من الدول بمشاكل داخلية وبخروج عن النظام والقانون وإضرار بالأمن الداخلي. نعم. لهذه الدول العربية. نعم. أنا أقول مرة أخرى، أي إضرار بأمن أي دولة وباستقرار أي دولة عربية يعني الإضرار بالقضية الفلسطينية وحرف الأنظار عن القضية. نعم. الفلسطينية. دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني من رام الله، شكرا لك. حالة التفاعل مع ما يحدث في الأردن مستمرة وستستمر، والتداعيات ستستمر، ودعونا نتحدث أيضا عما يثار وربما هل يكون مسموح أن يتم طرحه ولا أم لا. هناك مخاوف حقيقية بدأت تعبر عنها قطاعات واسعة من الرأي العام العربي. لماذا الأردن هذه المرة؟ ماذا بعد العراق وسوريا ولبنان؟ هل ما تبقى الآن هو الأردن حتى يتم تنفيذ ما يسمى بمشروع الهلال الشيعي؟ آن الأوان لنوع من المصارحة الحقيقية ومواجهة التحديات ومواجهة المخططات، خاصة مع أن ما يبدو في المنطقة لا يبدو أنه صراع ما بين حماس وما بين إسرائيل، ولكن الصراع يبدو أنه أكبر وعلى أجندات إقليمية أكبر. قبل أن نختم هذه الفقرة لنستمع إلى ما قاله أحد الشباب الفلسطينيين ردا على الخطابات المتتالية للسيد إسماعيل هنية، هذا الشاب طرح في خطابه بعض التساؤلات على إسماعيل هنية. خلينا نسمع وبعدها نرد وهنعلق. لن ينجح إطلاقا، ها هي المعركة تدخل شهرها السادس وهو لم يحقق أي من أهدافه العسكرية، لم يقضي على حماس. طبعا قبل ما أبدأ كلامي، أنا مش جاي أعطي الاحتلال وأساعده في أنه أنا أوصل لصورة مصر، بس حضرتك بتقول فشل
ولم يستطع القضاء عليكم. طب احنا وين؟ احنا كشعب وين؟ هو الفكرة بس انه ما استطاعش القضاء عليكم. طب استطاع القضاء علينا هيك بهمش؟ عادي تفرقش يعني؟ استطاع القضاء علينا 100,000 شخص في قطاع غزة بين شهيد وجريح وتحت الأنقاض، 70% من قطاع غزة دمر. وسنستمر مع حضراتكم في متابعة بعض التطورات الخاصة أيضا بغزة في ضوء تشكيل الحكومة الجديدة، وسيكون لدينا أيضا بعد الفاصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستبق زيارته المرتقبة لفرنسا ويفتح الملف الشائك مجددا أرشيف الاستعمار. التطورات على الساحة الفلسطينية كانت مهمة أيضا اليوم. أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس. طبعا كانت هناك مطالبات دائمة بضرورة تجديد السلطة الفلسطينية، بضرورة إصلاح السلطة الفلسطينية، فقرر عباس أن يقوم بتكليف هذه الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى. وفق مراقبين رأوا أن أبو مازن قرر أن يتعامل مع هذا الملف على طريقته الخاصة، بمعنى أنه أتى بحليف له وهو السيد محمد مصطفى الذي يوصف في الأوساط الفلسطينية بأنه قريب منه للغاية، وبالتالي ستكون هناك سيطرة من الناحية الفعلية أيضا لأبو مازن على هذه الحكومة وفقا لهذه التحليلات والتقديرات التي قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة. لكن فكرة إصلاح الحكومة كانت تطالب بأن يكون هناك رئيس للحكومة له صلاحيات سياسية، له صلاحيات مالية، قادر على ضبط هذا الإيقاع. عموما تولي الحكومة في فلسطين الآن ليس أسهل شيء وليس أروع شيء وليس ألطف شيء. هذه الحكومة تواجه تحدي تاريخيا غير مسبوق. 7 أشهر تحاول الأطراف العربية أن يتم وقف إطلاق النار في غزة، وإلى الآن لم يحدث ذلك، وبالتالي نحن أمام رئيس حكومة يعاني من هذه المسألة، وهي مسألة عدم وقف إطلاق النار في غزة. إذا ما تم وقف إطلاق النار في غزة سيكون هناك التحدي الأكبر المتعلق بكيفية إعادة إعمار غزة. إذا ما تم الاتفاق على كيفية إعادة إعمار غزة سيتم السؤال من سيحكم غزة، وبالتالي هذه الحكومة تواجه تحدي كبير للغاية. والسؤال هل الرهان على هذا التغيير يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية بالفعل وأن تقوم هذه الحكومة بدور تاريخي، أم أن الحكومة ستعاني مثلها مثل بقية الأطراف الفلسطينية؟ نذهب إلى التطورات الخاصة بالجزائر. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فجأة أعلن عن زيارة قريبة إلى فرنسا ووصفها بأنها لقاء تاريخي وأن هذا اللقاء سيكون موعد مع التاريخ. بالتأكيد هو موعد مع التاريخ أن يقوم رئيس جزائري بزيارة فرنسا بعد كل هذه التطورات المتلاحقة في العلاقة ما بين فرنسا وما بين الجزائر. الحقبة الاستعمارية والتاريخية ما زالت بشكل كبير تلقي بظلالها على العلاقات ما بين البلدين. هناك مشاكل عالقة، هناك حالة من التوترات في التصريحات السياسية الجزائرية على مدار الفترة الماضية. صحيح أن فرنسا حاولت أن تتعامل مع الأمر بنوع من البراجماتية السياسية كما يقال، ولكن تظل هناك العديد والعديد من التحديات في هذه العلاقة. أبرز هذه التحديات تتعلق بقضايا بعينها. نتابع مع حضراتكم على مدار الفترة الماضية الجدل المثار حول مسألة الأرشيف الجزائري التاريخي الذي تمت السيطرة عليه من قبل فرنسا، وتطالب الجزائر الآن فرنسا بضرورة الإفراج عنه. هناك أيضا قضية تتعلق بتلك الناشطة الجزائرية التي قامت فرنسا بإخراجها من الجزائر عبر تونس، وهي أميرة براوي التي أثارت حالة من الأزمات أيضا ما بين باريس والجزائر. هناك أيضا القضايا المتعلقة بالتوصيف التاريخي لبعض الأحداث التي حدثت كتلك المظاهرة الشهيرة التي تصدت قوات الأمن لها في فرنسا والتي كانت تدعو للاستقلال والتي خلفت ما يقرب من 30 إلى 100 قتيل وكانت حادثا كبيرا ومؤلما للغاية بالنسبة للجزائريين. صحيح أن فرنسا قدمت بادرة تفاؤل وبادرة أمل من خلال الاعتذار من قبل بعض
المسؤولين وفي مقدمتهم ماكرون عن هذه الأحداث. وصحيح أن هناك مشرعون فرنسيون قبل يومين أيضا قاموا بإدانة حملة القمع التي مارستها الشرطة الفرنسية في 1961، إلا أن هذه الملفات بأكملها ستظل شائكة ويظل السؤال كما يقولون دائما. الأيام القادمة، الزيارة القادمة ربما تؤدي إلى الإجابة على بعض التساؤلات. هل سيمثل ذلك حلقة اقتراب جديدة ما بين فرنسا والجزائر أم لا؟ معكم الليلة في خارج الصندوق نرصد ظاهرة جديدة للغاية. الظاهرة تتعلق بتناقص سكان العالم. صحيح أن سكان العالم تجاوزوا الآن عتبة 8 مليار شخص، لكن في المقابل هناك انخفاض كبير وكبير للغاية في المواليد. المؤشرات تؤكد أنه سيستمر خلال القرن المقبل. الدراسات الحديثة أشارت بشكل كبير جدا إلى أن هناك انخفاض في نسبة المواليد تشهده العديد من الدول الأوروبية، وكانت هذه المسألة هي نقطة شائكة دائما ومخيفة للغاية بالنسبة للأوروبيين. لماذا؟ حينما تنخفض أعداد المواليد هذا يعني أن أعداد الشباب التي ستكون مؤهلة للعمل ستكون قليلة، وأن عدد كبار السن الذين سيتم الاعتناء بهم ستكون كبيرة. وبالتالي هذه مسألة ليست سهلة على الإطلاق، لأنها تؤثر بشكل كبير جدا على الوضع الاقتصادي للدول. قضية السكان دائما قضية شائكة. هناك من يرى أن السكان يمكن أن يكونوا مصدر قوة للدولة حينما يتم تعليمهم وتدريبهم والاستفادة بهم، وهناك من يقول أنهم عبء على الدولة يلتهم النمو. ويمكن هذه النظرية كانت موجودة بشكل أو بآخر في الصين وفي دولة كمصر مثلا، باعتبار أن الزيادة السكانية كانت تتم بشكل كبير. لكن لأول مرة في مصر ومنذ سنوات وعقود طويلة تنخفض أو ينخفض معدل المواليد في مصر. إيطاليا نفس الشيء، اليابان نفس الشيء، هناك العديد من الدول الأوروبية التي بدأت تنخفض فيها أعداد المواليد بشكل كبير. وبدأت التساؤلات تطرح، ما أثار ذلك؟ وهل على الدول أن تعد خطة جديدة للتعامل مع انخفاض عدد المواليد، خاصة وأنه انخفاض غير مسبوق؟ تخيلوا في الصين مثلا توقفت العديد من المستشفيات عن تقديم خدمات الولادة هذا العام بسبب تراجع معدلات المواليد الجديدة. الصين التي كانت أكبر قوة سكانية في العالم تنخفض فيها معدلات المواليد بشكل قياسي. السؤال أيضا، الدول العربية سجلت أيضا كما ذكرنا منذ قليل انخفاض كبير، تقريبا ما يقرب من 2 مليون مولود فقط. معدل النمو يقل بنسبة 1.5%، وهو أقل معدل نمو للزيادة السكانية شهدته المنطقة خلال نصف قرن. طبعا بأيد تحديد النسل، لأن حاجة مهمة جدا وبالأكثر في مجتمعنا هنا والدول الشرقية بالتحديد، لأن فيها انفجار سكاني. الكوكب بيئته بتتأثر جدا بالموارد الزايدة اللي بيتم استهلاكها وبزيادة التعداد السكاني، لأن ده بيؤثر برضو في التوازن البيئي. تقييم انخفاض عدد السكان أمر نسبي، ولكن سبب الانخفاض هو تحرر النساء، لأنه في الماضي النساء ليست لديهن فرصة للتعلم، والآن مع زيادة التعليم وفرص العمل أصبحت لديهن استقلالية، مما عزز من العزوف عن الزواج، كما أن تربية الأطفال مكلفة. هناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية. السلبي هو أنه ما زالت هناك قطاعات صناعية تحتاج إلى أيد عاملة، وزيادة القوة العاملة تدفع النمو الاقتصادي. والجانب الإيجابي هو أنه يجب أن تتحكم في نمو عدد السكان، لأن الموارد في العالم محدودة. إنه أمر سلبي لأن البلاد تزدهر بناء على أعداد سكانها، وهناك قوة مع عدد السكان. أنا لست مع تخفيض الولادات لأنها مسألة غير أخلاقية. أعتقد أن السبب الرئيسي لانخفاض معدلات الولادة هو أن الناس ليس لديهم نفس مستوى المعيشة. أنا ضد خفض الولادات بالكامل.
ينضم إلينا من القاهرة دكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة. مرحبا بك دكتور. دكتور، ما الذي يحدث في العالم الآن؟ الكل يتساءل، هل قرر العالم أن يقوم بتحديد النسل؟ في الحقيقة أن ما يحدث الآن شيء طبيعي، وهو امتداد لتراكمات قد حدثت في الماضي. في الحقيقة بدأ الانفجار السكاني بالأساس منذ فترة بسيطة، منذ 70 عاما تقريبا بعد الحرب العالمية الثانية، ولم يكن في الحقيقة الانفجار السكاني سببه زيادة معدلات المواليد، لأن معدلات المواليد انخفضت. ولكن يعني الحقيقة الصادمة أن الزيادة السكانية التي حدثت في الفترة الماضية كانت بسبب انخفاض الوفيات نتيجة اكتشاف الأدوية الحديثة وخاصة البنسلين. فأتصور أن ما يحدث الآن شيء طبيعي في ظل ما يشهده العالم من تقدم، ما يحدث من أنوية أو فردانية تحدث في العالم. الأسرة لم تعد هي النواة الرئيسية للمجتمع، بل أصبح الفرد الواحد هو النواة الرئيسية، وخاصة في دول الغرب، والآن أيضا في دول الشرق والعالم العربي. تفكك الأسرة ربما كان هو السبب الرئيس وراء ذلك. طيب، هناك مخاوف الآن دكتور في أوروبا من التداعيات التي يمكن أن تنجم عن ذلك، لأن هذا الأمر سيكون مرتبط بسياسات اقتصادية. كنت منذ قليل أشير إلى أن فهمي البسيط للمسألة أن هذا سيؤدي إلى التقلص في نسبة قوة العمل التي يمكن أن تتواجد في المجتمعات، ويكون هذا عبء خاصة مع تزايد أعداد الكبار في السن. هل هذه المخاوف صحيحة؟ هذه المخاوف صحيحة تماما. الزيادة السكانية لها تبعات، والانخفاض السكاني أيضا له تبعات، ولكن ربما في الحالة الأوروبية المسألة شديدة التعقيد، لأن بلدان مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا نجد أن نسبة كبار السن فوق 65 عاما قد تصل في بعض الأحيان إلى 25%، أي أن 1 من كل 4 يحتاج إلى رعاية، والداخلين إلى سوق العمل يتقلصوا بشكل كبير نظرا لانخفاض أعداد المواليد بشكل كبير. ولذلك نجد أن هناك نقص في قوة العمل، ونجد أن هناك أيضا زيادة في أعداد المعمرين، وهو ما يتطلب أعباء اقتصادية كبيرة. هذا أيضا بالإضافة إلى انخفاض الخصوبة الشديد، والذي يؤدي إلى انخفاض قوة العمل. طيب، هل ده ممكن يكون مفيد دكتور، خاصة مع الأزمات الاقتصادية المتتالية؟ عادة ما كنا نصور دائما في مجتمعاتنا العربية أن السكان عبء، لم تكن نظرية أن السكان مورد اقتصادي هي السائدة. كان الحديث دائما عن ضرورة تحديد الناس، عن ضرورة تقليل عدد أفراد الأسرة. هذا خطاب كان منتشر وبشدة حتى في مصر، وأنت تتحدث إلينا من مصر الآن. صحيح، طبعا كما قلت لحضرتك أن الزيادة لها تبعات والنقصان له تبعات. الزيادة في البلدان العربية أو في مصر أو في الهند لديها طابع مكلف بالنسبة للدول، لأن الزيادة كبيرة جدا، فهذا يؤدي إلى تضخم الفئة الشبابية وتضخم فئة الأطفال أقل من 15 عاما. مثلا نجد أن في مصر عدد الأشخاص أو عدد المواطنين أقل من 15 عاما يمثل ثلث عدد السكان. 35% من عدد سكان مصر هم أطفال أقل من 15 عاما. هذا يؤدي إلى تبعات كبيرة في الحقيقة. لذلك يعني أنا أستبشر خيرا بانخفاض المعدل ليصل إلى 1.4% خلال العام الماضي. أشكرك دكتور أيمن زهري، خبير السكان ودراسات الهجرة من القاهرة. وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.